صح الاقصاء ديالهم من جميع الجوانب، من الرياضيه والثقافيه، وكاين شي جمعيات كيسهروا على هذا الحي. احتاجت هاد الجمعيه ديال النصر للحي ديالنا، خلقات وخلقت هاد الجو. صراحه الله الجو هذايا كبير، هاد واحد الطفره نوعيه في كرة القدم بحي الديزة. مشى في الرياضة، مشى في التربية، علاش؟ لأن التربية هذيك الرياضة أخلاق، بما أن التربية أخلاق كانوا هاد الوليدات هادو كيلعبوا في الشارع، ما كاين حتى شي حاجة مرة، مزيان كاين في الهواء الطلق، بدون تأطير، بدون أي حاجة. جاو الدراري الله يرحمهم من الوالدين، كونوا هاد الجمعية من لا شيء. أهداف رياضية، لا أهداف رياضية محضة، ما كاين حتى شي حاجة، ما كاين لا سياسة ولا هادية. شيخ ولا كيفاش هاد الأجواء، هاد الفرحة وهاد اللمة ديال الأطفال ديال هنا؟ سي حافظ دابا كتفتقد قبل من قبل، راه ما كاين حتى شي حاجة، راه اللي كتجي تشوف لهاد البلاصة هادية راه كان فيها شي حوايج لا علاقة لها بالحياة أصلا، كانت منعدمة بحياتها مرة. جاو الدراري تنشكروهم هاد المنبر هذا، كونوا هاد الجمعية، جمعوا الدراري تأطروهم. واحد النقطة إضافية بأن هاد الدراري هادو اللي تأطروا راه عندهم الدبلومات ديالهم بعدا أول حاجة. ولاعبين سابقين، ولاعبين ولاعبين سابقين في جميع أندية مارتي كانوا كيزاولوا فيها. كامل الشيوي رئيس الجمعية هو بدو تكون في هنا في هاد الفرق. وواحد النقطة كامل الشيوي أنا اللي نسبيه 2004 في اتحاد مارتي كامل هاد النقطة هادي. إنسان ولد الحومة، انسان خالق، انسان عنده غير على الحي وعلى المدينه، يخدم للحي، ما تخدمش للاغراض الشخصيه. هذا هو جمعوا هاد الدراري، كونوهم. هاد الشيء هذا تجمع بواحد العناء شاق كبير بزاف. ملي كنقول لك زعما واحد المشقه، راه ما تشويش على الجمعيه بكل صدق، راه هناك البعض كيشوشوا على العمل. انا راه كنشكروه، واش ندير لك؟ انا راه ولادي في مارتي ما كنجيبو دابا لهنايا، علاش؟ دابا انت راك اللي في الرياضه وهادشي هذا، ما كاينش جمعية رياضية في الحومة أصلا. احتاجوا الدراري، جمعوا الدراري الحومة. شي كلمة أخيرة، شي رسالة. رسالة هذا المنبر هذا خاص الجمعية اللي يعاونها في أول حاجة. أهم شيء. لأن أهم شيء خاص استمرارية. ماديا ومعنويا، ماديا ومعنويا. وخاص يكون ملعب آخر. ملعب ما ليس كافيا. لأن السكينة ديال أكثر من 4000 سكينة. سكينة. وملعب واحد لا يعقل كان واحد ملعب واحد عنده، ورغم عنده لاعبين انور فريندي كاين المنتخب الوطني كره فرت بزاف انور فريندي، عيسى السيودي، هذاك خالجان، يعقوب المنصور، فهمتي ولا لا؟ الفريندي راه كيلعب في التمارة، ونتمناو جهات المعنية تكون اذن صغير لبناء ملعب اخر، هذا حق مشروع. هذا كنتمناو جهات المعنية تشوف فينا بعين الرحمة، ماشي خاصها حتى شي حاجة، خاصنا الدعم لهذه الجمعية. هذا حق الممارسة سيدنا راه استمرارية ليهم، فهمتي ولا لا؟ لأن هذه الجمعية هذه راه نقلت بزاف ديال الوليدات من الصغر. هذا هو الأهم، فهمتي ولا لا؟ راه خصنا نشكروا رعاية الجمعية بنص علاه. واش نقول لك أنا هذا المنبر كنشكروا بزاف، لأن هذا راه بحال الأخ ديالي. كيقدم خدمة كبيرة للمدينة. كاملين. واحد الحاجة بعدا راه وفروا واحد فرصة عمل واحد ثلاثة ديال الدراري من الحومة. هذا أسر. والدراري عندهم أسر، كان عندهم أربعة د العيال، كان عندهم جوج د العيال. فهمتيني ولا لا؟ لأن هذا المنبر كنشكروهم. وما كرهنا شي اللي بغى يدير شي حاجه اخرى يدير جمعيه ونعاونوا. منافسه شريفه حق تكون منافسه. منها يزدو الملعب الاخر، الملعب القرب هنايا، ويكون هذا الشيء مستمر. كنت ملعب كره الشطيه هنايا، راه ما فيها باس، وكاين الملعب ديال كره الشطيه ان شاء الله يكون هنايا. يتم بناء ديالو. مواصفات الكره الشطيه باش تزيد واحد الاشاعه اخرى للحومه. يعني الحومه راه كتهز واحد كبير الحومه. ولا ما كانش هاد الملاعب الرياضيه وهاد الجمعيه راه الدراري كانوا يخرجوا انحراف عين حادث وما شي حوايج ما لا يحمل عقبال. شكرا خويا، كنشكر سي حافظ، هذا هو النهار الاستضافه الكريمه، هذا واجب، هذا واجب زعما كتضحي معنا وتجي عندنا هنايا، هذا حيك لا تعلم مارسنا الرياضه كنعرفوا ما كاش. كنشكر السكينه ديال الحومه كامله على التفاهم ديالو، راه خاصهم يعاونوا هاد الدراري هادو. طبيعي، هذا الدراري هادو راه خداو هاد البادره، خاص كل شيء يعاونوا، خاص كاع الناس ديال المجموعه ديال الحومه وكاع الناس الدراري اللي كيخدموا في شي حوايج اخرين يعاونوا هذه الجمعيه هذه. وشكرا هذا المره هذه.